صباح الخير. في الدقائق القليلة دي أحب أشارك حضراتكم زي ما حضراتكم شفتوا في العنوان المشكلة اللي بتواجهني جوه مستشفيات الصحة النفسية، وهي مشكلة الزحمة. يمكن المشكلة ما بتكونش واضحة قوي يعني زي بقية التخصصات، لأن في تخصصات تانية الزحمة بالنسبة لها بتبقى مرتبطة بالحياة والموت. يعني لما ببقى دكتور عناية مركزة وما عنديش أماكن أو ما عنديش سراير فاضية، وبيجي عيان محتاج سرير فاضي وما يكونش عندي، فبلا أدنى شك ده بتبقى العملية حيوية والعملية بتبقى حياة أو موت. لكن في الطب النفسي الصحيح قد يكون الموضوع مش حياة أو موت زي العناية المركزة، لكنه موضوع حيوي ومهم وبيأثر على حاجات كتير جدا في حياة الإنسان اللي طالب المساعدة. وعلشان أوضح لحضراتكم الصورة يعني بشوية أرقام عشان تبقى الصورة واضحة، الأرقام بتوضح الصورة، أقدر أقول لحضراتكم إن عدد الناس المتعاملة مع العيادة الخارجية واللي ليها ملفات في العيادة الخارجية واللي المفروض تصرف علاج شهري هو حوالي 9000 ملف. يعني شهريا المستشفى مطالبة، مستشفى الصحة النفسية مطالبة انها تصرف علاج ل 9000 انسان. لو انا افترضت ان ال 9000 مش كلهم هيجوا، وهيجي التلت بس اللي هو حوالي 3000، وان انا بشتغل 30 يوم في الشهر عشان تبقى الحسبة سهلة، يبقى المستشفى محتاجة انها تكشف يوميا وتصرف علاج يوميا ل 100 عيان. المية دول مش لازم يجوا مرة واحدة في الشهر، لا، من حق أي إنسان إن هو يتعالج مرة واتنين وتلاتة، ولو مش عاجبه العلاج يجي مرة واتنين وتلاتة، ولو هو عايز يغير الدكتور من أساسه من حقه إن هو يغيره. كل ده الناس بتجيب. المية عيان دول الكاتيجوري ده مش داخل من ضمنهم الناس اللي بتيجي تكشف يوميا لأول مرة. يعني يوميا في ناس بتيجي تكشف لأول مرة في حياتها في مستشفى الصحة النفسية في أسيوط، أو بتقطع تذكرة لأول مرة. دول مش داخلين من ضمن ال 3000 أو ال 9000 المفروض نكشف عليهم شهريا. مش داخل من ضمن العيادة أو ال 9000، مش من داخل من ضمنهم عيادة الأطفال، لأن إحنا في المستشفى عندنا فاصلين عيادة الأطفال ووحدة الأطفال، منفصلة بكل العيانين الأطفال والمراهقين لغاية سن 18 سنة بالملفات بتاعتهم بكل ما يخصهم. داخل مش داخل من ضمن ال 9000 وحدة الإدمان وعيادة الإدمان، لأن هما دول برضه منفصلين بالعيانين بتوعهم وبالملفات بتاعتهم. فلو حضراتكم ما بصيتوا كده بحسبة بسيطة ان الناس اللي بتتعامل يوميا مع المستشفى سواء كشف الاول مرة او صرف علاج حوالي 200 عيان يوميا. 200 عيان يوميا محتاج ان هو يتابع ويتكشف عليه. ال 200 عيان دول برضو بحسبة بسيطة كده يعني صغيرة، لو انا قلت بس كده انا بصبح على العيان وباخد اسمه وباخد بياناته وبعرف ايه الشكوى بتاعته، كشفت عليه في خلال ربع ساعة لنص ساعة مثلا، يبقى انا كده عايز متوسط ساعات عمل يوميا ما بين 50 ل 100 ساعة علشان اخلص او عشان اكشف على كل العدد ده. يعني انا محتاج يومين عمل في كل يوم لو انا بشتغل ال 50 ساعة عمل يوميا. في عينين تانيين؟ في عينين تانيين. انا كمان جوه المستشفى عندنا في 100 نزيل مقيمين جوه المستشفى، دول برضو محتاجين الكشف بتاعهم ومحتاجين الرعاية بتاعتهم. يعني ال 200 الاولانيين ونحط عليهم ال 100 اللي جوه المستشفى، كده وصلنا حوالي 300 عيان. ال 300 عيان دول مش داخل من ضمنهم الناس اللي جايه المستشفى علشان تطلب بالتقارير الطبيه، ودي قصه تانية خالص.
التقارير الطبية بتتعطي لأسباب كتير جدا، كوميسيون، معاشات، أي ما كانت المعاشات اللي بتقدمها الدولة، اختبارات ذكاء، رسومات مخ. بصراحة بعمل الفيديو ده لأني كان نفسي إن احنا أجود في الخدمة اللي بتقدمها المستشفى. يعني أنا كان نفسي إن الخدمة تطلع لقدام ونقدم خدمة للغلابة وللناس اللي محتاجة بشكل أفضل. أنا وصلت يعني وصلت لكم في الحالات إن احنا ممكن نكشف يوميا ما بين 200 ل 300 حالة محتاجة رعاية، سواء كشف أو رعاية أيا ما كان شكل الرعاية. الجلسة في الطب النفسي زي ما هي موجودة في الكتب ممكن نقول عليها مثلا من 50 ل 60 دقيقة. يعني المفترض إن أنا محتاج 200 ساعة عمل يوميا. فلو أنا عندي لو قدرت المستشفى نتوفر 5 دكاترة أو 10 دكاترة بفرض توفر الأماكن لوجود عيادات لائقة. يعني الدكتور لو هما 5 دكاترة أو 10 دكاترة محتاجين يكشفهم ما بين 20 ل 40 حالة يوميا. ولو الحالة زي ما أنا قلت لحضراتكم قعدت الساعة بتاعتها كاملة علشان تشرح الظروف المشكلة بتاعتها ممكن تاخد ما بين نص ساعة لساعة. يعني محتاجين برضه متوسط ساعات عمل للطبيب الواحد يعني يفضل قاعد على المكتب بتاعه ما بين 10 ل 20 ساعة يحاول يساعد الإنسان اللي قدامه في المشكلة بتاعته. إحنا عندنا فرق على قدر كبير جدا من الكفاءة، وأطباء على قدر كبير جدا من الأمانة والشطارة بتاعتهم، وعايزين يخدموا الناس، بس الزحمة مش سامحة بالفرصة دي. عايزين يقعدوا ويساعدوا العيان، بس الزحمة مش سامحة. كان نفسنا ان احنا نقدم موداليتيز، انواع مختلفة من العلاجات، لان العلاجات في الطب النفسي مختلفة ومتنوعة. نقدر نقدم احنا العلاجات دي ونقدر نقدمها على قدر كبير جدا من التميز، لكن الزحمة مش سامحة بالقصة دي بالقدر الكافي. بيجي العيان غلبان من سوهاج ولا من أسوان، بيجي من أي حتة في البلد، لأن المستشفى بتخدم من المنيا لأسوان ومن البحر الأحمر للوادي الجديد، فمش هينفع أقول له لحظة واحدة استنى، العيان اللي قدامك لسه قدامه الجلسة بتاعته ولسه ما خلصش الكلام بتاعه. أنا كان نفسي يبقى كل دكتور زي ما هو موجود في بعض السنترز وفي بعض الكتب، ان يبقى له مثلا ما بين 15 ل 25 عيان بيتابعهم، والعيان اللي بيخلص المسيرة العلاجية بتاعته بيمشي وبيدخل واحد تاني مكانه. فلو فرضنا ان عدد الاطباء جوه المستشفى هنفترض ان هم 30، وان كانوا ما يوصلوش ل 30 دكتور، يبقى الماكسيمم او الحد الاقصى لقدرة المستشفى على العلاج هي 750 مريض. مش 750 مريض في الشهر ولا في اليوم، لا، هم 750 مريض. المفترض لو انا ماشي زي الكتاب، المريض اللي بيخلص المسيرة العلاجية بتاعته زي ما قلت لحضراتكم بيتفضل او بتبتعد فترات المتابعة بتاعته وبيدخل عيان تاني مكانه. فزي ما حضراتكم شايفين الوضع صعب ازاي، وزي ما حضراتكم يعني او زي ما انا حاولت اوصل لحضراتكم، احنا كان نفسنا نساعد بشكل افضل من كده. وللامانة يعني هي الدنيا بتختلف صحيح، لكن مش بقدر الزيادة السكانية اللي بتحصل. يعني انا عاصرت بدايات المستشفى لما كان الدور الفوقاني فيها ده مش شغال خالص، والعيادة كانت عيادة واحدة بس بيقعد فيها دكتور أو اتنين، اتفتحت 3 عيادات، وبعد كده توسعنا وبنينا مبنى كامل للعيادات وبرضه ما كفاش. فصلنا عيادة الأطفال وما كفاش، والخدمة فضلت والأعداد فضلت تزيد. فصلنا عيادة الإدمان وبرضه الخدمة فضلت تكتر والأعداد فضلت تزيد. بنجهز لمستشفى تانية في قرية من قرى أسيوط على أساس إن إحنا نتوسع ونحاول نحسن الخدمة.
القصة دلوقتي ما بقيتش في توفر الأيدي العاملة فقط، يعني في عجز في الأطباء وعجز في الفرق عامة، في كل الفرق بما فيها حتى الفرق التمريضية والعمال. لكن بفرض ان كل ده نحن بنقدر نوفره، القصة دلوقتي ان الدكتور اللي بيجي او اللي بيخدم جديد مش بيحلل لي مشكلة قائمة، لا هو بيجي بالرزق بتاعه كده بالبلدي. يعني لو انا بكشف على 100 عيان وعندي 5 دكاترة يوميا، لو جه الدكتور السادس هيبقوا 120 او 150. يعني هو بيجي بالرزق بتاعه. فأنا كان نفسي إن احنا نساعد الناس بشكل أفضل من كده، وخصوصا إن في الطب النفسي العلاقة العلاجية قائمة على طبيب أو معالج وعميل، والعلاقة دي قد تاخد في بعض الاضطرابات سنين. فما ينفعش يجي العيان النهاردة ويلاقي دكتور ويمشي، ويجي بكرة ويلاقي دكتور تاني مختلف ويمشي، ويجي دكتور تالت زحمة. قبل ما اختم الفيديو عايز اقدم اعتذار للناس اللي ما بتحبش كلمة غلبان او غلابة، لان في بعض مراكز وقرى اسيوط ما بيحبوش الكلمة دي. انا بعتذر لهم، بس انا حسيت ان هي دي الكلمة اللي انا حاسسها، ودي الناس او الخدمة اللي انا عايز كان نفسي ان انا اقدمها للناس بدون ما هما يحتاروا يروحوا فين او يلجأوا لأي مكان خاص بفرض توفر القدرة على ذلك. فأنا بقدم الفيديو ده علشان أطلب دعواتكم إن احنا نقدر نخدم الناس بشكل أفضل، علشان نعرف نساعدهم بشكل أفضل. أتمنى إن أنا أكون قدرت إن أنا أوصل الصورة، وأتمنى إن حضراتكم تشاركوني بالآراء وبالتعليقات، وما تنسوناش من دعواتكم. شكرا ليكم وسلام.